سهر الليل مرة أو مرتين وثلاث، ولأن طريق السهر كان مثمر مرينا على الملكة ومذكرات عائلية، ولين شفنا حال مناير، ولأن الطريق ما كان سهل صار غير قابل للكسر. واليوم إن شاء الله بكل حول وقوة راح يحول لنا اليوم الأسود إلى أحلى الأيام. ضيفي الكاتب فهد العليوي، وحياك الله. الله يحييك سعود، ومشكور على المقدمة الحلوة. فهد، نبي نرجع حق طفولتك في البدايات. كنت تألف وتخرج وتصور بيدك أعمال وكنت تطبقها على عيال خالتك. اليوم نشوفك من أهم الكتاب الموجودين في الخليج والوطن العربي، لكن ممكن تكمل حلم الطفولة ونشوفك مخرج قريب؟ والله الفكرة تراودني صار لها فترة، من مثل ما قلت من الطفولة. قدرت أكون كاتب إن شاء الله يا رب بإذن الله، بس ناطر أخذ كورسات مكثفة في الإخراج علشان أكتسب بعض التقنيات اللي يمكن ما أنا مو ملم فيها اليوم، علشان أتأكد وأكون يعني ماسك أدوات المخرج 100%، علشان أقدم شيء مثل ما كنت واثق في كتابتي لازم أكون واثق 100% بالإخراج، وإن شاء الله يا رب قريب راح يتحقق هالحلم. فهد، احنا حاليا متواجدين في المكتبة الوطنية، يعني من المكاتب الجميلة الموجودة في دولة الكويت. نبي نعرف تأثير والدك الله يطول بعمره خالد العليوي في مسيرتك الفنية. والله هو الوالد يعني هو كان له الأثر الأول والأكبر على أني أحب شيء اسمه قراءة في البداية، وحب لي القراءة هو اللي دفعني لحب الكتابة بالأخير. كنت أشوفه لما كان يأخذنا من المدرسة، كنت أشوفه ويأخذ إخواني بعدي، فكنت أشوفه دائما يقرأ بالوقت اللي كنا ننطر في إخواني يطلعون، فمن شفته يقرأ فبديت بفضول الطفل أخذ كتب اللي موجودة في السيارة وأبلش أقرأ، وحبيت هالشيء طبعا. وبعدين صار في حتى في البيت أدخل مكتبته أخذ منه كتب أقرأ طبعا بإشرافه، شنو اللي يصلح لي وشنو ما يصلح لي. وأتوقع هو هذا الأثر الكبير اللي خلاني أعشق القراءة لهذا الحد، ومن بعدها حبيت الكتابة، فأتوقع هو أول سبب يعني خلاني بهالطريق. فهد، راح أسكر كتاب طفولتك وراح انتقل حق الأسئلة الفنية. وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي والإعلامي القدير وجه اتهام للكتاب الكويتيين بأن القصور من الكتاب ليس في الإخراج ولا في الممثلين. ولما سألته وقلت له أن الرقابة هي من تحد الكتاب والكتاب دائما يلقون اللوم على الرقابة، قال هذا الشيء غير صحيح، لأن في السابق كانت الرقابة موجودة وكانت الأعمال الجيدة موجودة وما زالت يعني تنشاف مرة ومرتين وثلاث، فالرقابة ما هي سبب. شو ترد؟ طبعا الإعلام الكبير الأستاذ محمد سنعوسي أكيد رأيه محترم، بس أنا يعني أختلف معه في نقطة معينة. أول شيء الرقابة في السابق كانت موجودة، بس كانت رقابة ذاتية يتحكم فيها الفنان وجهاز الدولة اللي هو تلفزيون الكويت وقتها، لأنه كان يسمح ويمنع الأعمال وفقا لرقابته الذاتية، وفقا لرقابة التلفزيون قصدي كمؤسسة إعلامية. اليوم صار في قنوات فضائية خاصة يعني سمحت لنا نكتب، مع ان احنا دورنا اليوم ككتاب او كصناع دراما سواء كتاب او ممثلين او مخرجين تسليط الضوء على الشيء السلبي علشان المختص فيه عالجه. اما اذا بقعد يعني امدح واقول، وعلى فكره الاعمال اللي ظهرت في الثمانينات وفي السبعينات اليوم لو تعرض على جهاز الرقابه انا متاكد واراهن انها ستمنع منعا باتا، من اهمها خالتي قماشه مثلا. قالت قماشة السيدة اللي تراقب عيالها في الـ في الـ في الكاميرات اللي في البيت، هذه أنا مستحيل هالقضية اليوم تمر على الرقابة. إحنا ما نقول ألغوا الرقابة، خلي الرقابة تكون موجودة، بس حدد لي شنو الممنوع وشنو المسموح. فهد، لو افترض أنك راح تكتب ليها الفنانين، يعني شنو الشخصية اللي حاب تشوفها فيها؟ نبدي بتوم هانكس. والله يعني شوف أنا يعني ما يعني توم هانكس من الفنانين اللي تقريبا قدموا اغلب الكاركترز والادوار. وبعدين لاني انا اؤمن، عندي مقوله ان الفنان ابن بيئته، فانا اتوقع ان اذا بتخيل توم هانكس فنان كويتي يتكلم كويتي ويتعشى كويتي عشان اقدر اتخيله في نص من نصوصي، فما اقدر ما عندي جواب حق سؤالك. ليلى علوي. ليلى علوي ممكن اتوقع انها من اقل الممثلات المصريات اللي قدموا دور الامراه الشعبيه، يعني يمكن هذا هي مقصره في هذا الجانب. يمكن لو انا اكتب لها عمل راح اوديها هذا السبب. منى زكي. الله، منى زكي يعني منى زكي كل شيء، اتمنى اشتغل معاها، يعني اتوقع هي قادره تقدم يعني كل الادوار، و اتوقع لو انا بكتب لها راح اظل على الشيء الكلاس اللي عودت الناس عليه، انها تكون دائما بنت راقيه، بنت يمكن معنا بافراح الأبة شويه راحت حق صف ثاني، بس احب اشوفها بالادوار الكلاس اكثر. عمل عربي او عالمي تمنيت تكون انت اللي كاتبه؟ عمل عربي مسرحيه ريا وسكينه اكيد.
لأن أنا بالنسبة لي هذا عمل عظيم. يعني دائما أقول إنه لازم يجب أن يدرس في معاهد المسرح في العالم العربي. حوارات عميقة، حوارات مدروسة، وكفيلم راقصة والسياسي الأستاذ الكبير حسن عبد القدوس. لو قلنا فهد مشوارك الفني والأعمال اللي قدمتها، فنان واحد مثل لك عمل وحسيت وصل إحساس فهد العليوة مثل ما أنت تبي، أي عمل ومنه هالفنان؟ والله ما عدة أعمال صراحة، لأن أتوقع أن أقرب فنان، أنا دائما أقولها في كل اللقاءات، عبد الله بشهري هو أكثر فنان يوصل إحساسي بالضبط وفوق إحساسي ساعات، إنه حتى لما أشوفه بالمشهد أسترجع خيالي وأنا أكتب الدور، فأتأثر لما أشوفه يقدم الدور. وهذا الشيء صار في سهر الليل الأول، سهر الاثنين، وسهر الثلاثة، وفي قابل الكسر، وفي حال مناير، وإن شاء الله في اليوم الأسود بعد. كلمتي خلود؟ وش لي بخلود علشان احاكي؟ يما مصجج موضوع مريم. وي وي يا يما نسيت، سامحني، مو تدري مرت اخوك امها طاحت ودوها المستشفى، قمت احاكيها. ما علي يا يما ما علي، بس اللي بس فهد، كانت عندك طوفة بالبيت مليانة في صور الفنانة والمطربة أحلام، كذلك أخبارها. بما أنك متذوق للفن وصوتك جميل وتحب الغنى والطرب، إيش معنى أحلام؟ شو اللي يجذبك في أغاني أحلام وصوت أحلام؟ شوف، أنا أؤمن تماماً مقولة المحبة من الله، وفي أشياء ما نقدر نفسرها، يعني ما حد يقدر يعرف ليش مثلاً حب فلان، ما حد يعرف ليش تعلق بصوت فلان. أحلام من بداياتها، من طلعت في أول ألبوم وأنا تعلقت فيها بدون لا أحس، من أغنية أنا ربي بلاني فيك بلولي، أحبك موت، وبعدها مثير، وواوا لا شعورين، قمت أهتم حتى في أخبارها، في حفلاتها، في لقاءاتها الفنية. وقتها كان ما في سوشيال ميديا، فكنا نعتمد تماما على المجلات، فكنت أستمتع أني أجمع أي لقاء لها أو أي صورة أو أي حديث وأقصصهم وأحطهم على الطوفة، فصار كأن عندي وول بيبر كامل على أحلام. وهذا كان من أكثر الأشياء الصعبة اللي واجهتني لما انتقلنا من بيتنا، أني أقدر أشيل كل هالصور، وطبعا ما زلت محتفظ فيهم. فهد، يعني من البلدان اللي تعلقت فيها وايد سافر لها باريس، لدرجة أني كتبت مسلسل اليوم الأسود في باريس. صح، إيش معنى باريس؟ شو اللي يجذبك في باريس؟ أتوقع نفس الجواب اللي قبل هذا، أن باريس أول ما رحتها حسيت أني دشيت مكان سحري، حسيت أني دشيت ستيديو، حسيت أني يمكن أنا شفناها وايد بالأفلام بالمسلسلات الأجنبية، وايد سمعت عنها، وايد قريت عنها في أشعار نزار، في روايات أحلام مستغانمي، فكنت حابها قبل لا أوصلها، ولما وصلتها يعني استقبلتني استقبال حلو. حبك للديكور والتصميم واللبس وأخيرا مجال الطبخ، لو نقول لنا هذه هوايات، شو اللي أقرب لك؟ والله الأقرب الطبخ. الطبخ الأقرب الطبخ، عشان لما أكون مضايق دائما أفرغ الشحنة السلبية اللي عندي في المطبخ. لما أكون ما عندي شيء في البيت قاعد أحب أتسلى في المطبخ. لو بنعرف مدى تأثير علم الطاقة في حياتك، وشو اللي استفدت منه؟ والله هو بداية معرفتي في علم الطاقة كان من خلال كتاب أهدتني يا أسيل عمران، The Secret، وبعض المعلومات اللي خذيتها من شيماء علي، يعني بعض الأصدقاء سواء من خارج الوسط أو من داخله. بس يعني تعلقي في علم الطاقة ما كان كبير وايد، يعني لو أقول إنه مأثر علي تقريبا 40-50% بس، في طريقة الأثاث، في الفينك شوي، شلون تأثث البيت، تأثث المكان، شلون تتعامل أنت مع المشاكل اللي تصير لك. خذيت الجزء اللي عاجبني واللي يمشي مع ديننا، وعلى نياتكم ترزقون، وهذا علم الطاقة في كل بساطة، شنو أنت تفكر فيه، شنو تستحضر من مشاعر ومن أفكار تنعكس عليك في بالحياة العادية. فهذا يعني جزء محدود، ترى مو وايد أنا ملم في علم الطاقة. ألقاب طبعا كثيرة لصقت في الكاتب فهد العليوة، لكن اللقب المقرب لي اللي أحب بناديك فيه الكاتب الكويتي فهد العليوة، كل الشكر لك في كلمة راس، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق في اليوم الأسود. حبيبي سعود، مشكور، ومشكورين برنامج جلال الكويت وكل فريق العمل، يعطيكم ألف عافية، وأتمنى أكون ضيف خفيف عليكم.